عاود لينا شنو هو المشكل ديالكم؟ نحن المتقاعدين ديال ليتك بنفس المطلب اللي كنطلبوا شحال هذا باقي ما تحققش، وهي ماجوراسيون 2011. الزياده اللي كانت عطاتنا الدوله في 2011 خداو جميع الوكالات، ولكن كيقتطعوا لنا منهم، حنا ما القطاعات ما استفدناش منهم، ودرنا عده وقفات باش كنطالبوا هذا الحق ديالنا للمشروع، ولحد الان ما استجبتش لنا الاداره. وعلى العلم ان الدار البيضاء اكبر مدينه في المغرب والقلب النابض للمغرب من الناحيه الاقتصاديه، وليديك عندها مداخل كثيره لهاد ناحيه الكونسومسيون ديال الموضوع، والمدن الاخرى اللي كانت صغر من الدار البيضاء نستافدوا من هاد القطاعات ديال التقاعد، وحنا راه ما استفدناش. وعين ما نديروا وقفات احتجاجيه وكنديروا طلبات للمسؤولين، لحد الان ما استجبوش لينا. راه كنطالبوا طلب واحد وهو ماجوراسيون 2011، بغينا نستافدوا منها بحالنا بحال اخواننا اللي كانوا في الوكالات الاخرين، وبغينا نستافدوا منها من ناحيه التقاعد. خدمنا مع اكثر من 34 سنه ولكن ما استفدناش. هضر لينا على السبب ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي نظمتوه. السلام عليكم، بدا تنشكركم على الحضور ديالكم. المهم هذا حق من الحقوق ديالنا كنعطيها لنا سيدنا الله ينصرو، وحنا الناس كانوا خدامين تيكون عندهم اقتطاعات هذا ما من فراسهم ما يعاودوا، فاذا بهم اداره دينا واحد الطرف من الرزق ديالنا، وهاد الزياده تيقولوا ماجوراسيون ديال 2011. منين جينا نطالعوا جينا لقينا هاد الانتخابات ما تيعطوناش فلوسنا، والان الناس واقفه تحتج تطلب هاد الحقوق ديالها، والاداره دايره ودنا صماء لا تسمع ولا تجيب. ولهذا هاد الشيء الناس هادو جاوا اليوم تيطالبوا بهاد الحق ديالهم، لعل وعسى تكون اذن ساغيه يردوا لنا الرزق ديالنا. شحال كتسالوهم؟ وهذاك الشيء ما غاديش نعرف، داك الشيء على حساب الناس باديه من 2011. كل شحال خدم، كاين اللي خدم 4 سنين، كاين اللي خدم 6 سنين، 7 سنين وتيخرج على روتريت، داك الشيء تيبقى على حساب وحساب داك الشيء ما تبقاش نحدو لك انا، كاين الناس مسؤولين اللي غيقدوا يعطوا هاد الحسابات هاد. المهم حنا يعطونا حقنا يكون فيه اللي كان، ما عمرك فيه ريال يعطوه لينا، حنا ما تنطالبوا بالحق ديالنا، ما ريال تنطالبوا ما نضيعوش حقنا. ضربنا معاهم واحد السنين، ضربنا تماره 30 عام، وانسان كاين اللي ضرب 40 عام ولا يعقل. ملي جيت شهور تقلب هاد الكرات بانك ضعتي في واحد الحق ديالك، هذا من ظلم ظلم ما يمكنش. خاص الناس تعرف بان راه هذا الحق ديالنا ما خاصش نضيعوا فيه، ويتعطانا حقنا باي طريقه. وحنا حنا تنطالبوا بطريقه سلميه، تنطالبوا الاداره ان تعطينا حقنا، وكمال لله سبحانه وتعالى. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.